السلام عليكم خواتي واش راكم لاباس بخير؟ آخ فرح يفرح يا أخ بري يفرح الثلاثية راهو أساسي اليوم بون عندنا ويستام مع مانشستر يونايتد وأخيرا 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 شوفوا رياض محرز وساعد بالرحمة في ماتش واحد دوك نحكو في الموضوع هذا عندنا تانيك ولدنا إسماعيل بن ناصر راح يلعبوا ضد ساسولو في نفس التوقيت تاع الثلاثاء بتوقيت الجزائر أو بتوقيت أوروبا عندهم في الدوري تانيك واسماعيل بن ناصر وليدنا تانيك راهو اساسي رياض محرز راهو اساسي سعيد بن رحمه راهو اساسي سعيد بن رحمه ورياض محرز مباراة من اروع ما يكون او يعني اخيرا راح نلقاوهم وجها لوجه لي وجها لوجه سعيد بن رحمه يلعب جناح ايسر رياض محرز يلعب جناح ايمن كي تقلب المباراة كيولو ضد بعضهم راكو شايفين في وحدة يعني فهمتوا هذه حاجة مليحة بون دوك نقراو التشكيلة بون تاني كنحط لكم الروابط باش نفكر خاوتي الروابط تلقاهم في أول تعليق في هذا الفيديو أولا نبداها بالمباراة تاع ويست هام ومانشستر سيتي نحط لكم واحد ثلاثة روابط والزوج ولا ثلاثة روابط ومن بعد نزيد تحتهم نزيد نحط لكم الرابط تاع اسماعيل بن ناصر انا نشوفهم على كل حال في زوج ولكن اكيد راح نركز مع مباراة تاع مانشستر سيتي اللي راح نركز معاها بزاف فالمباراة مباراة في في زوج يلعبوا ثلاثة بتوقيت الجزائر بون نبداو بالتشكيلة تاعنا التشكيلة تاعنا راح يمسي لينغ بلاصو كاساسي لانه راهو يسجل بون رياض المحرز كان يسجل وما بلاصو كاساسي ولكن راهو في القائمه علاش راهو في القائمه يا خوتي راكو تشوفوا واسمو آه في الفوضي ما كانشو غريليتش ما كانشو ودي بروين ما كانش وهادو ما كاع راهم مصابين وسمعت المؤتمر الصحفي تاعو قالو لهم راهم عاودوا ولاو كيما نقولوا التدريبات فرضيه فردية يعني ما دخلوش مع الجروب يعني اكيد ما راحش يكونوا واجدين للمباراه هذه فلا هذيك وليدنا رياض محرز راهو اساسي ما يهمناش يهمنا انه وليدنا رياض محرز راهو اساسي نقراو التشكيله ايدرسون ووكر دياس لابورت كانسيلو دافيد سيلفا رودري غوندوغان هو الكابيتان محرز جامي أو المحرز محرز خيسوس وراحيم سيلينغ خيسوس راح يكون راس حربه واخيرا بيب غوارديولا راح يلعب راس حربه على ما اظن ولكن يتغيروا يتغيروا يعني من ذاك رياض محرز يدخل من ذاك داي راحيم سيلينغ يدخل خيسوس راح يكون كراس حربه رياض محرز كجناح ايمن وراحيم سيلينغ كجناح ايسر وموراهم يجي سيلفا اللي يخدم اللعب هو وغوندوغان ورودري وسط الميدان غوندوغان يخدم مع رودري ويخدم مع برناردو سيلفا وبرناردو سيلفا يخدم مع رياض محرز مع خيسوس وتانيك على بالكم وسط الميدان رودري عنده التمريرات العاليه كما اللي لعبوها ضد باريس سان يعني تقدروا تقولوا هذه التشكيله اللي لعب بها ضد باريس سان ان شاء الله برك يزيدوا يتالقوا لي وما باش يكمل بها اه يكمل بها الموسم ان شاء الله ان شاء الله وليدنا مع رياض محرز يتالق وان شاء الله ركزوا لي مليح ان شاء الله هذه التشكيله تتالق لان لو تالق هذه التشكيله بيب غوارديولا راح يكمل بها هذه هي التشكيله اللي لعب بها بيب غوارديولا في الشوط الثاني ضد باريس سان جيرمان ركزوا لي على هذه النقطه مليح بون نجوا لويستام، هام ويست هام فابيان الخطره اللي فاتت سعيد بن الرحمن ما لعبش باينه باللي باش هذه صح هنا كي نقول لي الخطره اللي فاتت ما لعبوش لان راهم متاهلين لان راهو يلعب فرق بين واحد ما يلعبش العام كامل وتقول لي راهو خلاه للمباراه هذه راهو خلاه للمباراه هذه هو العام كامل وهو مخليه ماشي كي لحقت المباراه فهمت سعيد بن رحمن راهو يلعب الماتش اللي فات ملعبش الجامع ما لعبش بين الجميع كاع كيما نقولوا قال لك باللي خلاه للمباراه تاع مانشستر سيتي لان ماشي خلاه هو خلاه كاع اللاعبين فابيانسكي راهو رجع أه، جونسون هذاك داوسون سوما أه، سوما ثاني كان في الاحتياط كريسويل أه، كريسويل أه، كريس كان في الاحتياط الماتش اللي فات ماسوكاو مص، أه، ماسو كا وماسو هدايا رايس وسوتشيك أه، فورمالز بن رحمه وانطونيو اه هنا بن رحمه راهو مليح فورمالز فورمالز دائما كيف حط فورنا سعر بلي بالرحمه راح يدخل بزاف للوسط راح يحطوا في الوسط وكي يحطوا في الوسط بالرحمه يحب يلعب على الجناح بكل صراحه واش نتمنى نتوما ما لي الراي تاعكم شكون راكو حابين تربحوا انا راني لابس تريكو تاع انا حلفت ما نلبسش بس التريكو تاع مانشستر سيتي نتمنى في زوج ولادنا يتالقوا هذا ما كانوا في زوجي ماركو واللي ربح بصح ده. ولا صح ولا لا لا خاوتي هذا ما من نقدر ما نطوش عليكم وتلاقاو ان شاء الله مول المباراه ان شاء الله نديروا تحليل المباراه او احنا ما رانيش محلل ولكن نعطي النظره تاعي في المباراه اذا ما وصلكمش الاشعار بعد المباراه تدخلوا ديرك للقناه بلا ما يوصلكم الاشعار تلقاو الفيديو خاوتي ما عليكم ونقول لكم ان شاء الله متعه ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته سلام